السلام عليكم هم فئة من المجتمع الإفريقي لا يمكن الاستغناء عنهم بأي حال يلجأ إليهم عند الأفراح والأتراح ويؤتمنون على الأنفس والأموال والأسرار الدعاة في الدول الإفريقية حياتهم اليومية مكانتهم الاجتماعية أثرهم في إنقاذ الأفراد من الهلاك والمجتمعات من الدمار نستضيف واحدا منهم تعرفون وجهه وتألفون صوته إنه الداعية الحسن با المتخصص في الدراسات الإسلامية أهلا وسهلا ومرحبا بك وسهلا ومرحبا بك أخي وشكرا جزيلا على قبول الدعوة شكرا لكم الحمد لله الأستاذ الحسن با كل شيء له بداية فالداعية بداياته التعليم والتكوين أبوه أو ولي أمره يمسك بيده ليدخله في مدرسة قرآنية أو في مدرسة إسلامية كيف يعيش الداعية أيامه الأولى في المدارس القرآنية في المدارس الإسلامية الحمد لله وفي بعد الأمر نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبد الله بن عبد الله وعلى آله الأخيار وأصحابه المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد نشكركم على تفضلكم لدعوتنا إلى هذا البرنامج القيم المبين الذي يرغبنا في الثقافة الإسلامية والإسلام بصورة عامة وفي مالي كبصورة خاصة أيضا جهد كبير لابد أن نقيمها وأن نشكركم عليه متشرفين وفي وأما سؤالكم فالمرحلة الأساسية المرحلة الأولى لكل داعية مرحلة مهمة جدا لأن هذه هي المرحلة المنطلق والتي تهيئ لنا الأرضية المناسبة وهي الأساس وهي الأساس فمثلا كون الداعية يتفرغ أو يبدأ من مدرسة ما فهذه المدرسة تؤثر في حياته وفي فكرياته وفي نفسياته هل تتذكرون أيامكم الأولى في المدرسة؟ نعم طبعا وأنا من الجدير بالذكر أن أقول أنا ترأت وتربيت على يد عمي وكان أبي على قيد الحياة وهذا كان رغبة أبي طبعا لأن العم نسأل الله له العافية في هذه الأيام قد تشيخ وهو تخرج من جامعة من الجامعة الإسلامية من السعودية بالمدينة المنورة في الثمانينات بداية العقد الثمانينيات فإذا وافق أبي على أن يربيني و فهو هيأ لي حتى تكون الأرضية. مثله يعني نعم فهيأ لنا هذه الأرضية المناسبة وهذا الجو الديني فكنا نتلقى منه دروسا في البيت ثم إلى المدرسة ولعل الدروس التي كنا نأخذها منه كان أوفر وأشمل وأنفع بكثير لأن المدرسة لها برنامج وكوننا نكون في البيت البرنامج والوقت أوسع فتتلمذنا على يده حفظنا بعضا من القرآن والنحو والصرف والدراسات الإسلامية الفقه الإسلامي مما بعيدا عن الأكاديميات نعم والإكراهات الأكاديمية ومما قد ساعدنا كثيرا في مرحلتنا المدرسية وفي بدايتنا أنا بدأت في مدرسة تسمى مدرسة سبيل النجاة هنا في بماكو فهذه المدرسة أيضا كان من أولى المدارس في حومتنا فعلى يدي أساتذة كانوا معلمين كانوا يرحموننا و
يعتنون بتربيتنا، فحصلنا على أساسيات مهمة من عندهم، ومما ساعدنا أن نلتحق بمدارس أخرى لأنها هي كانت فقط لها مرحلة الابتدائية والإعدادية، والتحقنا بالمعهد الإسلامي بعد هذه المرحلة في المرحلة الثانوية، وهذا أيضا كان مهما جدا في تكريس هذه هذا المهام في نفوسنا. سمعتي إلى المعهد الإسلامي، أود أن أسأل هنا، الفلسفة التربوية عند آبائنا وأجدادنا هي القسوة أحيانا على من نرحم، صح؟ يجب أن نقسو عليه من أجل أن يتربى أحسن تربية، من أجل أن يكون صالحا ومصلحا في المستقبل. هل هذه القسوة وجدتها في تربيتك؟ نعم، أمثالنا وجيلنا الكثير منا قد واجهوا هذه القسوة وهذا النوع من التربية، لكن الحقيقة هي أن هي مفيدة، هي مفيدة، وأن عمنا كونه كان قد تخرج من جامعة إسلامية وقد اطلع على ثقافات أخرى من خلال العالم، من خلال جولاته العلمية، فهو كان ملاعما كبيرا معنا ضد ما هو المألوف في، كان يوصل الرسائل من دون قسوة ومن دون ضرب جسمي، لعله كان أحيانا يهدد، ومن خلال هذا التهديد نفهم ونتلقى الرسالة من دون أن يواكب هذه الدروس بنوع من العنف، من دون أن يلجأ إلى العنف، أن يلجأ إلى العنف. أحسنت. المعهد الإسلامي رمز مؤسساتي، موجود في باماكو وفي مالي، وأنتم ربما من الدفعات الأولى التي تخرجت في هذا المعهد. هل تذكرون لنا الأساتذة الذين كونوكم في هذا المعهد وكان لهم أثر كبير في تكوينكم وفي تربيتكم؟ والله شكرا لهذا السؤال، لأنه سؤال مهم وقد يروج ويوقظ فينا هذا الشوق العظيم الذي ألفناه في أيام دراستنا في هذا المعهد العظيم، معهد إسلامي تربوي كان له أثر كبير في نفوسنا. لعلنا لا نستطيع أن نقول أننا نحن الجيل الأول من الجيل الأولى، لكن من الجيل الأول، لكن من الدفعات الأولى، من الدفعات الأولى، من في الحقيقة تلقينا دروسا وأساليب تربوية مهمة أثرت في نفوسنا. مثلا أخذ لك مثالا، كان لنا أستاذ يسمى بأستاذ كبا، أدري أظنه على قيد الحياة، فكان له أسلوب جميل في إيصال دروس النحو والصرف، وكان له اهتمام بالغ لهيئة الطالب في كيفية جلوسه وكيفية إتباعه وكيفية تلقيه، فهذا نادرا ما كان كنا نراه في بعض المدارس الإسلامية في ذلك الزمن، نتحدث عن التسعينات. صح صح. وفي طبعا أستاذ، كان عندنا أستاذ أيضا، أستاذ رائع جدا في طريقته لإيصال الدروس، أستاذ جابي المرحوم رحمه الله. درسنا البلاغة والأدب، وإلى الآن ما زلت أحفظ أبياتا كنت أراه يحفظها ويرددها في الفصول لهمته ولمدى حبه لهذه اللغة العربية، فزرع فينا حب اللغة العربية، حب البلاغة والأدب والدراسات الإسلامية بصورة عامة. هل هناك أساتذة في الدراسات الإسلامية، ما دمنا هنا للحديث عن الدعوة، جعلوك شخصيا وغيرك تميلون إلى هذا المجال، مجال الدراسات الإسلامية، وتتخصصون
فيها في 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 المستقبل؟ في مالي يعني؟ نعم في مالي وفي المعهد الإسلامي. في المعهد الإسلامي نعم، في أساتذة والله رأينا منهم صور جميلة مما جعلنا نسعى إلى هذا الهدف وإلى تحقيق هذا الهدف، هو التخرج من الدراسات الإسلامية، مثل محمود كوما، الشيخ محمود دالا مجتهدا على قيد الحياة، وما دالا يجتهد في هذا المجال ويدعو داعية كبيرة، أستاذ عثمان كوما شقيقه وأخيه، وعبد الرحمن ومن أسرة كوما، لعلكم تعرفون أنها أسرة كبيرة، أسرة تدعم السنة والدين بصورة عامة. فكنت أراهم يقومون بهذا المهام ويدرسون، ثم إنهم في مجال آخر يكونون في الأسواق ومهتمون بالعلم والدراسة، مع أنهم أيضا لم يكونوا كلا على مواليهم، وكانوا أناس جادين يعملون لأنفسهم، وهذا فيه درس، وهذا درس، وهذا أكبر أكبر دروس، أكبر درس تلقينا منهم، لأن كما يقال الدرس ليس ما يعطى فقط في الفصل، بل ما يؤخذ من هيئات الأستاذ ومن مفاهيمه ومن حركاته ومن حياته ومن تصرفاته ومن تصرفاته وسلوكياته وسيره في العالم، فهذا كله درس آخر. ولعل إذن الرغبة في الدراسات الإسلامية عندك شخصيا بدأت منذ الثانوية؟ منذ الثانوية، ومنذ أيضا من البيت، لأني يعني كنت أقرب واحد إلى العم، وعندما رأيته أنه تخرج من الجامعة الإسلامية في كلية الدعوة والإرشاد، فقلت لابد لي أن أحقق هذه الأمنية، وهذا حلم كبير لي. هل هو شخصيا العم لمح هذا فيك؟ كان يعاملك معاملة خاصة؟ كان يعاملني معاملة خاصة، وكان أول من يقول لي أنت لك الحظ الوافر في العلم إن شاء الله، وإن شاء الله ستدرس، كان يكرر ويدعمني دائما نفسيا بعد الثانوي. ولعل مما جعلني أهيئ نفسي لهذه المسألة أني كنت أتابعه في صغري إلى المساجد، وكان من الداعية، من أوائل الداعية الذين تفرقوا وتخرجوا من الجامعة الإسلامية في الثمانينات، فكنت أتابعه في كل مسجد، وكان له كتاب دائما كان يرسلني لأخذ وأحمل الكتاب معه، وهو قصص الأنبياء والبداية والنهاية، كان له درس خاص في تاريخ الإسلام وفي منذ خلق آدم إلى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حتى الفتنة الكبرى، وإلى ما جرى بين الصحابة والخلاصة في القول، وكنت أراه دائما يرجح ويقول هذا هو الأرجح، فيه راجح وفيه أرجح، فكنت أقول دائما هذا شيء عجيب، لا بد أن أصل إلى هذه الدرجة أيضا، وأن أقول وأن أستطيع أن أقول هذا أرجح وهذا راجح. فهذا والله هذه نقطة انطلاقي، وما زلت أدعو له في صميم قلبي، له الخير والجنة، ولكل من ساعدنا في هذه الطرق، في اختراق هذه الغابات الكبيرة المكثفة. بعد الثانوية اخترت أن تبقى في باماكو وأن تكمل دراستك الجامعية. نعم. هنا إلى هل كان لم يكن خيارا، بل كان نوعا من الصبر على بعض الأشياء، لأني بعد التخرج أرسلت رسائل لكي أحصل لكي أحصل على المنح. فأول جامعة أرسلت إلي الجواب كانت جامعة ملك سعود بالرياض، ومع سوء الحظ أعطونا، حددوا لي موعد، والرسالة كانت تأتي عن طريق البريد. لم يكن العالم في ذلك الوقت كالعالم اليوم، وكان في أسرة
قريبة منا هي أيضا أسرة باع، وفيه طبعا شاب يسمى بالحسن باع، فصاحب البريد ذهب بالرسالة إليهم وهم لم يكونوا يعرفون العربية، فأخذوا استلموا الرسالة ولم يقوم ولم يلقوا لها بالا إلى أن تم الموعد وأنا خسرت بالالتحاق. وأقول أنه لم يكن من من وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فبعد ذلك عرفوا أنني لم أكون في الموعد وحاولت لكن لم أنجح. وبعد ذلك أيضا أردت أن أذهب إلى ليبيا أو إلى المغرب، فمن سوء الحظ أيضا لم نحصل على جواب. وفي آخر المطاف كان لي ابن عم توفي الآن رحمه الله، هو الذي أرسل ملفي إلى إيران، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهم أجابونا وهيئوا لنا البيئة المناسبة للالتحاق بالجامعة. والله أقول لكم صراحة أن هذا السفر لعله من مما قدره الله علينا أن نطلع على عالم آخر، عالم آخر، عالم إسلامي آخر ينفرد بنوعيته وبأشكاله. فهذا مما دعم كثيرا تطلعاتي، وعرفت أنهم يحبون العلم ويهيئون للطلبة كل ما يجب للعالم أو للمتعلم أن يحصل عليه. وأظن أنك أيضا درست هنا في قسم اللغة. نعم، في قسم اللغة درست العربية بجامعة باماكو، وبعد ذلك سنوات قبل أن أكمل حصل جاءت المنحة الإيرانية. متى بدأت ممارستك في الدعوة؟ الحقيقة قبل أن أذهب، قبل حتى إتمام المرحلة الثانوية، أراد مني عمي أن أقوم بصلاة الجماعة، وكنت أؤم الناس سيما في شهر رمضان، في الشفع والوتر، مما شجعني. وأحيانا كان عندنا بعض الدروس بين التراويح، بين النوافل، التهجد، في صلاة التهجد بعض الخواطر لتشجيع المصلين نقوم بها، ويصحح لنا أحيانا بعدما أن يذهب الناس وينصرفوا يصحح، قل هذا ولا تقل هذا، هذا أصح من هذا. فهذا كله كان حظا، والله كان هذا وفر لنا النصيب الأوفر لأن نمارس هذا العالم العجيب، عالم الدعوة، عالم عجيب، عالم خطير أيضا، لأن فيه تحديات وفيه صعوبات لابد. ما هي أبرز هذه التحديات؟ التحديات أبرزها لعل الداعية نفسه كونه لابد أن يحضر نفسه لهذا المهام، لأن الدعوة إرث نبوي، ولعله واجب على كل واحد لكوننا نرى حديثا صحيحا بلغوا عني ولو آية، وكيفية تبليغ هذه الآية لابد أن يكون قد المرء مهيئا له تربويا علميا، وأن يكون له البضاعة الأوفى، وأن لا يكون بضاعته بدعة مزجاة كما نقول. في الحقيقة فهمنا أن هذا من التحدي، لذلك قمت أدرس كثيرا، أدرس حتى اللغات الأخرى، لأن الداعية يجب أن يفهم وأن يدرس بيئته أولا. لعلك أنت تعرف أكثر منا أن البيئة المالية لها متطلباتها، ومن هذه المتطلبات التي تخصها هي مثلا عندنا الأكثر هنا، لا المثقفون هنا لعلهم يدرسون باللغة الفرنسية، فالداعية كونه لا يفهم هذه اللغة تحدي كبير،
لابد أن يفهمها لكي يواجه هذه المشكلات ويفهمه ولكي لا يخاطب الناس باللغة التي يفهمها باللغة الذي يفهم ويخاطبهم بقدر عقولهم. أيضا للداعية أنت تتقن تقريبا 6 لغات، كيف أثر هذا الإتقان على نجاح دعوتك؟ والله اللغة ساعدتنا كثيرا. أننا اليوم عندنا جمعية نسميها بجمعية سيفود سنتر إسلامي دي فورماسيون اي دي دوكيومونتاسيون، مركز لتدريب غير الناطقين باللغة العربية، ندربهم العربية و مركز لمحو الأمية ومركز أيضا نعتني بالقرآن بأساليب أوجدناها لأنفسنا لكي نرغب فيهم. أساليب جاءت من بيئتنا نرغبهم في تدريس في تعليم القرآن. والله قد رأينا عجائب كثيرة، منهم من حفظ القرآن حتى إذا لم يحفظ قد مارس هذه الدراسات وفهمها ويقرأ القرآن اليوم كأنه تخرج من المدرسة. وهناك إقبال كبير على هناك إقبال عجيب، ومن خلال تعليمهم اللغة العربية والقرآن تراهم عندهم رغبات أخرى، عندهم هم عطشة، عندهم بعض المتطلبات، بعض الأشياء يأتون ويصرحونها لنا، مشكلات في البيت، مشكلات بينهم وبين أزواجهم، تراهم لم يفهموا من الدين كان حبهم إلا القليل، فهم يقبلون علينا لكي نساعدهم. وهذا أيضا جانب آخر غير الجانب الدعوي العادي، لأن الدعوة العادية تأتي إلى الميكروفون وتتكلم، لكن هذا الجانب جانب آخر، قد يأتيك إلى بيتك ويقول لك طلبت زوجتي. هو الجانب الاجتماعي الذي يتطلب أن يجتهد الداعية فيه كثيرا. هذا هو، وأن لا يخطئ، لأن خطأنا في هذا الجانب يؤثر في الجانب الآخر، وقد يكون صعوبة وأرقلة كبيرة لتحقيق هذه الأمنيات. وفي الحقيقة والله اليوم هذه كما قلتم تفضلتم تحديات، استطعنا نوعا ما أن نواجهها، وإن شاء الله تعالى ما زلنا عليها. هذه الجمعية التي تحدثت عنها، ما دمت فتحت الحديث في مجال الجمعيات، هل لديها رؤية اليوم في تطوير هذا الجانب من التعليم، في تطوير محو الأمية، وأن يكون النموذج عاما في مالي وخارج مالي، ولما لا ما دام الأمر نجح هنا إلى هذا الحد؟ طبعا نحن أيضا عندنا فروع في خارج مالي، في السنغال، في النيجر، وفي غينيا، ولنا برامج غير هذا البرنامج القرآني الخاص بالقرآن، برنامج لفهم الدين، ما نسميه بكمبران الإسلام. اليوم نكون بعض هؤلاء الموظفين والمثقفين باللغة العربية، نكونهم، نعطيهم مجال لفهم النصوص الدينية، لأن النص الديني، فهم النص شيء وفهم ما وراء النص شيء آخر، ما نسميه بالتطبيق، وتطبيقه على الواقع أيضا شيء آخر، على الواقع الآخر شيء آخر. هذا ما كان يقولنا بعض الأساتذة في الدراسات الإسلامية، كان يقول لنا دائما احضروا النص، لأن النص قد يقتل. النص إذا لم يدعمه فهم النص وفهم البيئة قد يقتل، وهذا ما رأيناه في الحديث الصحيح الذي روي في السنن، أن رجلا جاء إلى جماعة وقال لهم هل تجدون لي رخصة، وكان له شيء في رأسه، هل تجدون لي رخصة، وقد أصابته جنابة، فقالوا لا نجد لك رخصة، اغتسل وتوفي. فجاء هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وقال قد قتلتم، لأن النص لا بد أن نفهم ما وراء النص وما يريده النص. قد اعتنق البعض النص ولم يفهموا ما يريده النص،
فهذا مهم جدا. نريد أن نكرس هذه البيئة لفهم النص للمثقفين وأن لا يبتعدوا عن الدين. الكثر منهم ابتعدوا عن الدين لسوء تلقيهم من بعض الداعية، من بعض الدعاة، ولكونهم ابتعدوا ولم يفهموا خوفوا. فنحن نريد أن يكون دورنا وسهمنا استجلابهم ودعوتهم إلى هذا الدين الحنيف، حنيف السمح السهلة، لأن ديننا من مميزاته السمح والسهلة، لأنه سهل. دين يقولك إذا مريض كله يسر، كله يسر، الدين يسر، أنت لا تستطيع أن تصلي واقفا إلا غلبة، إلا غلبة. الداعية ووسائل الإعلام، أنت وجهك معروف ومألوف في وسائل الإعلام المالية. هل هذه الوسائل أيضا سلاح يجب أن يستخدمه الداعية في إيصال أفكاره، في إيصال رسائله؟ طبعا الداعية يحتاج إلى، أول ما يحتاجه الداعية هو معرفة البيئة ووسائل التي من خلالها يوصل الدعوة. فاليوم الحمد لله عندنا برامج تلفزيونية، عندنا فيسبوك وما شاكل ذلك، وسائل التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي. لعل الوسائل التواصل الاجتماعي لها جوانب سلبية أيضا، لابد أن نشير إلى ذلك، لكن لها إيجابيات. ومن ذلك أنك اليوم تستطيع أن تلقي درسا في بامكو والعالم كله يتلقون الدرس ويتابعون وحتى يستبصرون. فهذا هذه ثورة هائلة لم يعتادها العالم ولم يعتدها الجيل الأول. لكن دعاتنا أميون في هذا المجال، لا يحسنون استخدام هذه الوسائل ولا يعرفون كيف يتواصلون بها وكيف يتعاملون معها، للأسف الشديد. قليل منهم فقط من يستخدمها. صح، لابد لنا اليوم أن ننظر إلى هذا المجال بنظرة بجد، وأن نكون الدعاة إلى في هذا المجال لكي يسرعوا ويكون لهم نتائج مهمة في مجال الدعوة. اليوم لا نستطيع أن نقوم بالدعوة ونحن لسنا على دراية وليس لنا حظ وافر من هذه الوسائل التواصل الاجتماعي وما شاكله. لابد أن نتسلح بأسلحة العصر، لابد أن يتسلح الداعية بهذه الأسلحة الجديدة التي من نعم الله على هذه الأمة، لأن كل هذه الأسلحة ثمرة العلم. وأول كلمة جاءنا في القرآن اقرأ، ومهام القراءة هو أن يولد العلم. العلم وليدة القراءة، هذا شيء واضح. إذا كنا نحن أحق بالعلم من كل واحد، فيجب أيضا أن ننظر إلى هذا المجال. كيف ينظر أبناء المجتمع في مالي مثلا إلى الداعية؟ هل الداعية له مكانة اجتماعية في مالي؟ هل يحس بأنه محترم وبأن كلامه يسمع وبأن رأيه يطاع؟ صح، والله أستاذ سؤال جميل. الداعية له دور كبير في بناء المجتمع، ولا سيما في مجتمعنا. عندما أنت تعرف بأنك داعية، فالناس يحترمونك ويجلوننا، وحتى أحيانا يعطونا بأموال ويكرموننا بأشياء. حتى البعض منا حصلوا على بعض الوسائل من قبل هذه الجماعات الذين تقبلوا وجاءوا إنا من خلال هذه الرسالات. ولكن أنا خائف جدا في هذه الأيام، في السنوات الأخيرة، لأن من الدعاة من قد يلوثون هذه البيئة مع الأسف الشديد، والناس يبدأون ينتهزون الفرص ليصلوا إلى أمنياتهم الخاصة من دون أن يكون
أن يحددوا أنفسهم في حدود الشرع وما يحبوا وما يتطلبه أو تتطلبه الدعوة. أضرب لك مثالا فقط، أن الداعية اليوم لا بد لنا أن نرى أن مجال الدعوة مجال هام، وأن نجتمع على كلمة واحدة. مع الأسف الشديد في البيئة اليوم فيه تكثف وتلوث وخلافات كبيرة، خلافات أثر من صراعات الدين والمدارس، صراع المدارس وحتى الجوانب، فهذا أثر كثيرا. ما الذي سبب كل هذا أستاذ؟ لعله حب الدنيا. الداعية أول سلاح الداعية وتقوى الله. الداعية يجب أن يتقي الله عز وجل وأن ينهد لله وأن يعمل لوجه وأن يعمل لوجه الله وأن يعلم أن وأن يزعم نفسه أن أجره الأوفر ليس هنا، سيستلم ذلك بعد الموت عند الله سبحانه وتعالى. لكن الداعية إذا كان له النظرة الوافرة إلى الدنيا وما فيها من نعيم فلعلها تغرنا، وهذه كلمة قرآنية، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا تغر. هذا من مشكلات والصراع، أقول صراع المدارس، سيما الصراع بين السنة والشيعة، لعلها من الصراعات العالمية التي تتأثر بنا هنا. ولكل من هذه المدارس أو من المدرستين الكبيرتين مدافعون، فيأتون ويبنون، يريدون أن يبنوا هذا الدين، هذه البيئة، وأن يوفروا لنا هذا الصراع، فهذا شيء لا يجب، هذا يجب أن نتجنب. وكيف تتحد الكلمة اليوم، وكيف نجعل الصفوف صفا واحدا ونواجه كل هذه الخلافات الشخصية ونبعدها عن واقع الدعوة في مالي وعموم الدول الإفريقية؟ ما هي الطرق وما هي السبل التي ينبغي أن نسلكها؟ الطريقة الأولى بنظري، بغض النظر عن وفرة عن الاختلافات، الطريقة الأولى هو النظر إلى النتائج. النتيجة المهمة لكل داعية هو هداية العباد إلى رب العباد. إذا كانت نيتنا هي هذه، هي الهداية، والله نتحد. لكن مع الأسف منا من يريد الدنيا ومنا من يريد شيء آخر. وثاني شيء يجب أيضا أن يكون العلم هو الذي يترأس الأمور. مع الأسف الشديد في بيئتنا من وجد نفسه داعية من دون أن ينهض وأن ينطلق من منطلق الدعاة الجياد. الداعية لابد أن يكون له الحظ الأوفر في الدين. كيف تكون داعية ولم يكن وحتى لا تنهى عن خلق وتأتي الصاد الأخلاق وحتى العلم؟ كيف من لم يفهم النص يكون داعي يدعو إلى الدين؟ إذا حتى لو كنت تدعو إلى الدين ولم يكن عندك النصيب الأوفر فليكن حدك معروف. لكن مع الأسف جماعات يتواجدون، من الذي ينبغي، ما هي الجهة التي ينبغي أن تراقب كل هذا وأن تضع حدا لكل هذا؟ هي السلطات الدينية والسلطات السياسية. مع الأسف عندنا السلطات السياسية هي بعيدة عن السلطات الدينية، ولعل في والسلطة الدينية أيضا ليست منظمة. السلطة الدينية لابد أن تنظم نفسها وأن تفرض نفسها. مع الأسف
لكل تيار ومعايير لكل تيار سلطاته، فالسلطات بنفسها تأتي وتواجه نفسها، فهذا ما نسميه بالأناركي باللغة الإنجليزية، والأنارشي والفوضى بالفرنسية. هل هذا يؤثر على مستقبل الدعوة؟ هذا يؤثر بكثير، هذا يؤثر. وأيضا فيه مسألة أخيرة لابد أن أشير إليها، كون بعض والوقت الدعاة يداهمنا. كون بعض الدعاة يتظاهرون بالممارسات السياسية، فهذا أنا لا أقول، أنا لا أصحح ولا أخطئ، فقط أقول أن هذا أن بيئتنا وأن الذين نخاطبهم خلال دعواتنا الأكثر منهم لم يفهموا هذا المجال، أنك كونك إماما وشيخا وداعية وتأتي تكون رئيسا لحزب سياسي وتريد أن تمارس السياسة، فهذا شيء. هل في هذا عيب؟ لا أقول فيه عيب في عيني. أن يتحول الداعية إلى سياسي مصلح؟ أنا لا أقول أن فيه عيب في نفسي، أنا أقوم بملاحظات فقط، أقول لك ما ألاحظه خلال جولتي الدعوية. فالكثير من المثقفين عندنا هنا لا يرون في هذا الشيء خيرا، لأنهم لا يعرفون السياسة إلا المكايدة، الكيد والكذب والخيانة، والداعية هو مصدره يجب أن يكون، أن يكون مبتعدا ومنزها من هذه الأشياء الملوثة. فلذلك لا بد للداعية ولسلطات الدعوة أن يوضحوا هذه المسألة لمن للبيئة المالية لكي يفهموا، لأننا عشنا طويلا في افتراق أو في بعد السلطات الدينية عن السلطات. النصيحة الأخيرة لإخوانك الدعاة. والله إذا أنصح بشيء أنصح بتقوى الله عز وجل، لأن هذه الكلمة ومشتقاتها لعلها جاء في القرآن أكثر من 300 مرة، ومشتقاتها ومعانيها. فالتقوى الله عز وجل هي دواء كل داء في هذه الأمة، فيجب أن نتقي الله عز وجل وأن ننهض، وأن لا يكون الدنيا أو أن لا تكون الدنيا أهمنا، لأن الدنيا دار من لا دار له، ويقول النبي من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا. إذن هذا يعني يجب أن يكون الداعية بعيدا عن الدنيا ولا يبتغي نصيبه منها؟ الداعية يبتغي نصيبه، وأن لا يكون الدنيا هو الهم، لأن الدنيا كما يقول بعض الداعية أن تكون في بأيدينا وأن لا تكون في قلوبنا. في قلوبنا، فإذا كانت بأيدينا تكون صلاحا لنا في مواجهة تحديات الحياة، لكن لا يكون هما لنا. أنت إذا كنت مهما جدا في رغباتك الدنيوية، وكيف تفترغ لوسائلك وجهادك الدعوي؟ فهذا واضح جدا، وهذا ما نسميه حتى عند تيار السلفي بالزهد. يكون لا بد للداعية أن يكون له حظ من الزهد، إذا جاءه شيء له حلال، ولكن لا بد أن يتفرغ لهذا الشيء. وهذا لا يمنع من أنك كونك مجريا لهذا البرنامج وغدا تكون داعية وأنت في دعوة. كلنا في دعوة في مجالنا، لكن الداعي والدعوة واسعة، واسع مجال الدعوة، واسعة ومتشددة. الحسن با، شكرا جزيلا على مرورك. أنا أشكركم على هذا الكلام الطيب، ونرجو لك كل التوفيق والسداد في عملك الدعوي. أنا أشكركم. شكرا، بارك الله فيكم. أشكركم أيضا على حسن المتابعة، نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.